بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم. وجيم فور نهائي دوري السوبر رجال موسم 21-22، زي ما استعرض كابتن هيثم التشكيل، هنشوف لحضراتكم تشكيل دلوقتي والستارت لاين اب للنادي الأهلي. إيهاب أمين، عمرو زهران، عمر طارق، بيدو أو عبد الله ناصر، ومايكل تومسون، والحيازة أهلاوية. أما خماسي نادي الاتحاد دولا، هيثم كمال، ياسر صالح، أحمد أبو العلا بيبو، وحاتم بحيري، والحيازة الأهلي ومايكل تومسون. والسكرينات مايكل، عدى مايكل والبيك اند رول مع عمر طارق، لكن يعمل الستيل على طول دولا، ويبدا دولا والفص بيك ويوصل، واولى نقاط المباراه عن طريق احمد عادل دولا، واول نقطتين في احداث الكوارتر الاول. مايكل تومسون، ياسر صالح، ورقابه لصيقه. مايكل يسلم لعمر طارق اللي تحت الباسكت، يطلع كيك اوت، تخبط في كتف عبد الله ناصر، ويجري على طول ياسر صالح، ويبدا الفص بيك لهيثم كمال. هيثم يحاول يعمل بنتريشن لكن يسلم على طول ليه دولا. دولا يبدا الهجمه، اخر 10 ثواني في زمن الهجمه، دولا والبيك اند رول مع بيبو، بيبو يقلب الملعب لهيثم كمال، وفي الكيك اوت على طول ياسر صالح، واولى الثلاثيات لكن ما بيلقاش في التسجيل، وادي فاول على طول يرتكبه مايكل تومسون عن طريق الكابتن اسلام وحيد حكمنا. وهقول لحضراتكم الحكام، فوتش كلاسيكا البولندي، بوريس كيريتش السلوفاني، واسلام وحيد المصري. تو شوتس وفاول على مايكل تومسون، ودي اول فري ثرو او رميه حره ينجح في تسجيلها احمد ابو العلا بيبو. وبيبو على الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. اربعه الاتحاد لا شيء الاهلي. 9 دقائق او 58 ثانيه بالتمام، وكمان مرت في عمر الكوارتر الاول. مايكل تومسون والضغط العالي والبريشر من اول الملعب على النادي الاهلي. عبد الله ناصر يسلم لعمرو زهران، عمرو زهران ام في بي جيم 2، واحد من الركائز اللي اعتمد عليها السنيور اوجوستي، وادي 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، لكن اكس السكند شوت روعه من عند عمر طارق على طول ينجح في التسجيل، اولى نقاط المباراه للنادي الاهلي. حاتم بحيري البيك اند رول ويحصل مع بيبو، دفاعات قويه على دولا، دولا يحاول يعمل بنتريشن والباك لاب، وينجح في تسجيل نقطتين كمان على طول للصالح نادي الاتحاد. 6-2 للصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون، ياسر صالح يتولى رقابته، هاند اوف على طول، لكن هنا في دولا فاول يحتسبه بوريس كيريتش. بوريس كيريتش يحتسب فاول على دولا. مايكل تومسون ليه عمرو زهران، سكرين من عمر طارق، مايكل لسه معاك كرة وعايز 3 بوينت مايكل تومسون، لكن ما بينجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول عند حاتم البحيري، وفص بريك ورايح ياسر صالح، لكن بيعترضه عبد الله ناصر بفاول، والتو شوتس لصالح ياسر صالح. بوريس كيريتش، وادي الإعادة، وادي الفاول على عبد الله ناصر. تاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي، واولى الاخطاء الشخصيه على عبد الله ناصر بيدو. ياسر صالح على تنفيذ الرميتين الحرتين او الفري ثرو، ياسر نجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. 7-2 للصالح نادي الاتحاد. 7 دقائق 59 ثانيه على احداث الكوارتر الاول. جيم 4 نتيجه في السيريس حتى هذه اللحظات 2-1 للصالح النادي الاهلي. وادي ياسر صالح على تنفيذ الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. ضغط نادي الاتحاد والبريشر من اول ملعب على مايكل تومسون. مايكل مع ياسر صالح بيحاول يعدي قبل 8 ثواني. مايكل عدى فعلا. من تو من نادي الاتحاد، مايكل يسلم للبوب ايهاب امين، ايهاب تحت الباسكت لعمر طارق لكن بعيده وما يلحقش، وتطلع اوتسايد للصالح نادي الاتحاد. كوتش اوجوستي وتعليمات دولا لحاتم بحيري لاعب النادي الاهلي السابق. حاتم يعمل الدرايف، يحاول ويطلع كيك اوت لهيثم كمال، هيثم على 3 بوينت وينجح في تسجيل اولى الثلاثيات لنادي الاتحاد.
ثلاثيه من هيثم كمال يوسع بها الفارق الى 11-2 لصالح نادي الاتحاد. ايهاب امين لسه الكره معاه لبيدو عمرو زهران واختراقات عمرو زهران الدرايف وسلم حلو قوي الباصه لكن يقطع في السكه حاتم البحيري ويسلم لدوله من الاتحاد. دوله يقلب الملعب لحاتم البحيري. حاتم عايز يعمل الدرايف لكن ووكن على طول تحتسب على حاتم البحيري عن طريق فورس كريتشا السلوفاني. استعانه بالحكام الاجانب في نهائي دوري موسم 21-22. عبد الله ناصر هاند اوف مع مايكل تومسون. مايكل لايهاب امين. ايهاب وثري بوينت لايهاب على الشوط لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول بيبو من الاتحاد ويسلم لدوله. دوله يبدا الهجمه نادي الاتحاد تحت الباسكت هيثم كمال. هيثم يحاول يعدي قطع له بيبو راح لكن بلوك روعه الروعه من عبد الله ناصر ويبدا الهجمه عمرو زهران وعمرو رايح بشماله ينجح في الفينشنج ويسجل 2 بوينت وعلى طول فاول على هيثم كمال. الفاول الاول على هيثم كمال والاند وان او الرميه الحره الاضافيه لعمرو زهران. وادي الاعاده تشجيع عمر طارق. وادي الفري ثرو او الفاول شوتنج الاول للنادي الاهلي عن طريق عمرو زهران ينجح في تسجيل الرميه الحره الاضافيه او الاند وان او الوان مور. يبدا نادي الاتحاد الهجمه. دوله لهيثم كمال. هيثم بيدور على ياسر صالح يستلم منه ياسر صالح يعمل سكرين بيبو لياسر صالح يلعب بيك اند رول يلحق بيبو يرتكز مع عمر طارق بيلف الباك بيفوت عايز يلعب بلاي 1 اون 1 بيلف وقطع له ياسر صالح في غفله دفاعيه بضنك جميل من ياسر صالح ينجح في تسجيل 2 بوينت كمان للصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون. مايكل بدأ الهجمه. مايكل لسه الكره مع مايكل اخر 10 ثواني في زمن الهجمه. مايكل تومسون. مايكل والبيك اند رول مع عمر طارق. عمر راح لكن ما بينجحش في الوصول للباسكت على طول بيبو يلم ويسلم للبحيري. بيبو يطلع لدوله. دوله على 3 بوينت اوبن شوت ينجح في تسجيل ثاني الثلاثيات للصالح نادي الاتحاد. وعلى طول كوتش اوجوست يطلب تايم اوت لتعديل صفوفه مع تقدم نادي الاتحاد 16-5. يا ترى هيقول ايه كوتش اوجوستي؟ تعالوا نسمع ونرجع لحضراتكم بعد احداث هذا التايم اوت. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجوستي 5 دقائق 43 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. احمد عادل دوله 7 نقاط. هيثم كمال 3 نقاط. عمرو علاء 3 نقاط. وعمر طارق اللي قدام حضراتكم على الشاشه 2 نقطة. دي نقاط اعلى النقاط في احداث الكوارتر الاول. عمرو الجندي مكان بيدو او عبد الله ناصر والكرة والحيازة أهلاوية. مايكل تومسون. مايكل لسه ياسر صالح معاه. عدى مايكل تومسون يسلم للجندي. عمرو جاي له دولة من ورا ويقلب الملعب الناحية التانية لزهران. زهران يسلم للجندي مرة تانية. طلب سكرين جندي من عمر طارق حافظين بعض في البيك اند رول. لسه الجندي معاه الكورة هيقلب الملعب آخر 4 ثواني. وقف وشاط على الميديم شوط لكن ما بينجحش في التسجيل. عمرو زهران بيحاول معاه مرة تانية لكن كوتشي كلاسيكا يقول ان الكره اوتسايد للصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي
5 دقائق 17 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. تقدم الاتحاد ب 11 نقطة. استلم عمرو زهران يسلم لمايكل تومسون. مايكل دور على ايهاب امين. ايهاب امين يدور على الشوطه لكن جاله عمرو الجندي ومايكل تومسون. اخر 4 ثواني في زمن الهجمه شاط مايكل تومسون لكن اي حاجه كده يحاول معاها على طول عمرو زهران لكن كانت صافره او البازر ال 24 ثانيه كان اسرع على طول تقول الكره لصالح نادي الاتحاد السكندري. 5 دقائق وثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. دولة لبيبو او هيثم كمال عفوا لياسر صالح. ياسر ودرايف من الميدل لوحده خالص ينجح في تسجيل 2 بوينت وسط غفلة دفاعية للاهلي. مايكل تومسون يبدأ هجمة للنادي الاهلي. مايكل عدى بالدبل سكرين لسه مايكل يسلم لعمرو الجندي. يرجع تاني لمايكل تومسون. 4 ثواني في زمن الهجمه. درايف عمرو لكن هنا في فاول على ياسر صالح. فوتشيك بوريس كيريتش يحتسبه ومطالبات بانها انا سبورتسمان لايك فاول زي ما حضراتكم شايفين. وادي الكوتش اوجوستي مشاورات. فوتشيك ليزكا بيقول لايهاب امين خلاص احنا بنتشاور حالا. اسلام وحيد فوتشيك ليزكا البولندي بوريس كيريتش السلوفاني. وهنا الاشاره ايه؟ اي ار اس. هنرجع للفار او الاي ار اس انستنس ريبلاي سيستم. ده اختصار الاي ار اس في انتظار قرار الفار. كوتش اوجوستي وحوار مع ايهاب امين وعمرو الجندي تعليمات وفي انتظار كوتش مرعي ايضا في انتظار القرار. هنشوفها تاني. شكرا للاعاده مايكل تومسون. لا في جذب في عمليه جذب في عمليه جذب في عمليه جذب. هنشوف قرار حكم ايه. انا سبورتسمان لايك فاول على ياسر صالح تو شوتس وحيازه. انا سبورتسمان لايك فاول على ياسر صالح تو شوتس لي او رميتين لي مايكل تومسون. خرج ياسر صالح من الاتحاد نزل ميدو طه رميتين وحيازه. مايكل على تنفيذ الرميه الحره الاولى او الفري ثرو الاول لا يسجل. مايكل 18-5 كوارتر الاول 13 نقطه فارق. والفري ثرو الثانيه او الرميه الحره الثانيه لمايكل تومسون. ينجح في التسجيل 6 نقاط سجله من النادي الاهلي حتى هذه اللحظات في احداث الكوارتر الاول 18-6 لصالح نادي الاتحاد. احمد مهيب اللي لسه نزل هيطلع الاوت يسلم لعمرو الجندي. لسه كره مع عمرو لاحمد مهيب يلعب الانسايد عند عمر طارق يلعب 1-1 يطلع كيك اوت لمهيب. مهيب على ستريت بوينت اوبن شوت لكن ايربول على طول يلم حاتم البحيري من نادي الاتحاد ويسلم لدوله. دوله يبدا الهجمه لهيثم كمال قطع له دوله خد منه الكره مره ثانيه وعمل مع السكرين عايز يلعب بيك اند رول لكن قرر على طول دوله انه يشوط لكن ايربول على طول على ستريت بوينت لم النادي الاهلي عن طريق مايكل تومسون. مايكل لي مهيب تحت الباسكت لعمر عمر طارق ينجح في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح النادي الاهلي. الانسايد هو السيستم اللي هيلاعب بيه النادي الاهلي او هيركز عليه النادي الاهلي في انهاء هجماته. دوله ميدو طه ورقابه لصيقه من
احمد مهيب. وادي هنا في فاول على مهيب رقم 14 من النادي الاهلي، اولى الاخطاء الشخصيه لاحمد مهيب. توتال فاولات على النادي الاهلي 3، توتال فاولات على نادي الاتحاد 3 ايضا. هذا الفاول. وادي الاوتسايد، كوري ويبستر لاعب نادي الاتحاد المحترف الامريكي في الملعب. هيثم كمال يستلم، هندف على طول مع كوري ويبستر. ايهاب امين هو اللي متولي رقابته، يطلع كيك اوت هيثم كمال اللي يهوش ويعمل الدرايف ويوصل، ولكن ايهاب امين يلحق في اللحظه الاخيره وتخبط في ايده وتطلع اوتسايد على النادي الاهلي. 3 ثواني على انتهاء زمن الهجمه لنادي الاتحاد. عمرو زهران، سيف سمير، مودي الجرحي، احمد اسماعيل، لاعب النادي الاهلي. وادي السمعه ينزل مكان بيبو في نادي الاتحاد. الروتيشن واحده من اساليب لعب كابتن او كوتش احمد مرعي. كوري ويبستر يسلم لهيثم كمال اللي اضطر يشوط على طول سريعا لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول البوب ايهاب امين من ديفنسيف ريباوند. ايهاب لسه الكره مع ايهاب امين، يقلب الملعب مايكل تومسون. مايكل لمهيب في البيز لاين على 3 بوينت شوت لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم هيثم كمال على طول من نادي الاتحاد. يقلب الملعب لدوله، دوله واحد على واحد قطع له هيثم كمال، لسه الكوره فوق لكن على طول عمرو الجندي يحسم الجدل على طول ويحسم الريباوند لاحمد مهيب لعمرو الجندي، لكن دوله فلسطين يقطع دوله ويستلم مره ثانيه من هيثم كمال. يبدا الهجمه دوله للسمعه، السمعه قطع له هيثم كمال تحت الباسكت يلحقها ويسلم ويطلع كيك اوت لكوري ويبستر. كوري يقلب الملعب لدوله، دوله وكيك اوت لبيدو طه، لكن هنا في فاول، في فاول صفرت بوريس كرياتش، فاول على فاول على عمر طارق، فاول على عمر طارق. دوله يخرج وينزل مصطفى عصام فوده لاعب نادي الاتحاد. ابو النصر العائد من الاصابه يجري تغيير الان مكان ايهاب امين زي ما الكابتن هيثم في المقدمه، ان الاهلي الحمد لله لا يوجد لديه اصابات لكن الاتحاد يغيب عنه يوسف شوشه الاصابه. سلامات ليوسف شوشه طبعا واحد من اهم النجوم نادي الاتحاد ومنتخب مصر، الف سلام عليه. وادي الاسكرينات، وادي في خطا بوريس كرياتش، في فاول على مايكل تومسون. مايكل تومسون والخطا الشخصي الثاني او الفاول الثاني برميتين وتو شوتس لمصطفى صنفود. 5 اخطاء شخصيه ارتكبوا من النادي الاهلي في عمر احداث الكوارتر الاول. فوده على تنفيذ الفري ثرو الاول او الفاول شوتين، فوده ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول. 5 محاولات لنادي الاتحاد على الفري ثرو او على الفاول شوتين، ينجح في تسجيلهم جميعا. مايكل تومسون فوده على تنفيذ الفري ثرو الثاني، ينجح ايضا في التسجيل، يوسع الفارق الى 8 النادي الاهلي 20 نادي الاتحاد. 2:34 على نهايه احداث الكوارتر الاول، لا يوجد امام الاتحاد سوى فرصه واحده هي الفوز حتى يصل الى الجيم 5. اما نادي الاهلي عنده عايز يخلص النهارده. وادي الكره بيعلي على طول لعمر طارق لكن ما بيلحقش يخلص على طول مايكل تومسون لعمرو الجندي على 3 بوينت عمرو لكن قصيره ما بينجحش في التسجيل. هيثم كمال ديفنسيف ريباوند ويسلم على طول لفوده، فوده لهيثم كمال يقلب الملعب الناحيه الثانيه للسمعه اللي فاضي خالص على 3 بوينت والشوط ونجح في تسجيل 3 نقاط يوسع بيهم الفرق 23-8 لصالح نادي الاتحاد. هندوف لمايكل تومسون، طلب السكرين من عمر طارق، عمر راح السكرين عدى مايكل تومسون لعمرو الجندي. اخر 5 ثواني في زمن الهجمه شاط عمرو الجندي لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم كوري ويبستر ويعلق الهيثم كمان من فوق وينجح في تسجيل 2 نقطة كمان لفريق نادي الاتحاد، يوسع الفرق 25-8 لصالح نادي الاتحاد. كوري ويبستر وادي العاده الاخيره، وفاول هنا على السمعه، فاول على اسماعيل احمد
4 اخطاء شخصيه على فريق نادي الاتحاد توتال. وفي تغييرين في صفوف الاهلي، عمر طارق ومايكل تومسون مكانه سيف سمير وعمر حسن. اوتسايد للاهلي دي 16 ثانيه على احداث الكوارتر الاول، 25-8 لصالح نادي الاتحاد. سيف سمير يستلم، عمر عزب جايله، مصطفى عصام فوده لمهيب، مهيب يقلب الملعب لكن هنا بيعترضوا ميدو طه رقم 9 بفاول، رقم 9 ميدو طه فاول، والتو شوتس لأحمد مهيب، رميتين لأحمد مهيب. نجح في تسجيل الأولى على الفري ثرو الثاني أحمد مهيب. ده يسجل، يلم سيف سمير على السكند شوت، حاول يعمل الباك لاب، هيطلع كيك اوت لك تتخطف منه على طول وتروح للسمعة لكوري وبستر. كوري تحت الباسكت في غفلة دفاعية وعدم تركيز لهيثم كمال، ينجح بالسيمي هوك انه يسجل 2 بوينت على طول لصالح نادي الاتحاد. 27-9 صعب الامور على نفسه النادي الاهلي. عمرو الجندي درايف، عمرو الجندي يحاول يخلص يوصل يستخدم اللوحه ويسجل له 2 بوينت على طول. كوتش اوجوست بيقول هنا ديفنس، لازم نركز في الديفنس شويه. كرة مع فودة، كوري وبستر، كوري لإسماعيل، إسماعيل ياخد ستيب باك عشان يشوط لكن يطلع كيك أوت عند هيثم كمال، ينجح في تسجيل 3 نقاط كمان لصالح نادي الاتحاد. 8 محاولات لنادي الاتحاد على 3 بوينت، نجح في تسجيل 4 مقابل 6 محاولات النادي الأهلي، لم ينجح في تسجيل ولا واحدة. عمرو الجندي بيشوط في اللحظات الأخيرة لكن ما بينجحش في التسجيل عشان تنتهي معها وتاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الاول 30-11 لصالح نادي الاتحاد. دقيقتين هي زمن الراحه، تعالوا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بتقدم الاتحاد 30-11 ونبدا على بركه الله احداث الكوارتر الثاني، والخماسي المتواجد في الملعب سيف سمير، عمرو الجندي، ابو النصر، احمد مهيب، عمر عزب، ده خماسي النادي الاهلي. اما خماسي نادي الاتحاد فهنقول لحضراتكم على طول، لكن افكر حضراتكم كده ببعض الاحصائيات سريعا. 7 محاولات للاهلي على 3 بوينت، ما نجحش في تسجيل ولا محاوله. اما نادي الاتحاد 8 محاولات، نجح في تسجيل 4 في الفري ثرو. لكن خلينا دلوقتي مع المباراه. فوده واسماعيل احمد، ميدو طه، كاري وبستر، هيثم كمال اللي متقدم ب 10 نقاط حتى هذه اللحظه. الحيازه التحدويه لنادي الاتحاد، هيثم كمال هاند اوف مع كاري وبستر، سكرين من السمعه، عايز يعمل بيك اند رول ولا هيقف يشوط، وقف فعلا شوت لكن ما نجحش في التسجيل. عمرو الجندي على طول ديفنسيف ريباوند، عمرو لسه الكره معاه، يسلم لعمر عزب، عمر يشاور على الخطه المتفق عليها، مهيب لسيف سمير مره ثانيه لابو النصر، سكرينات عايز يقطع مهيب لكن هنا في فاول على مصطفى عصام فوده رقم 4 مصطفى عصام فوده فعلا، اولى الاخطاء الشخصيه على الاتحاد وعلى مصطفى عصام فوده. اوتسايد اهلاوي، عمر عزب يسلم لسيف سمير الفاضي، طلع له السمعه بيقطع له، تخبط في ايد السمعه وبتطلع اوتسايد لصالح نادي يا الاهلي. بدأنا الجيم، عمر عزب ياخد سكرين، يعمل الدرايف من الميدل، يوصل بشماله وينجح في تسجيل اولى نقاط النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثاني. عمر عزب القادم من سموحه هيثم كمال درايف من الميدل، قطع له ميدو طه، يسلم الكيك اوت ليه كوري اوبستر، كوري درايف، كوري وقف وقطع له هيثم كمال تحت الباسكت وراح وسجل دنك، ينجح في تسجيل نقطتين عن طريق دنك هيثم كمال.
32-13 لصالح نادي الاتحاد. عمر عزب ضغط نادي الاتحاد مان تو مان على نادي الاهلي. هاي سيف سمير لعمر عزب مره ثانيه، ياخذ سكرين من سيف سمير عمر عزب لعمرو الجندي، واحد من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي. عمرو درايف، عمرو وصل عدى، لكن في هنا ايه، في فاول وتو شوتس على هيثم كمال. هيثم كمال وتاني الاخطاء الشخصيه. ورميتين او تو شوتس لعمرو الجندي. وادي حاتم بحيري على نزول فريق الاتحاد مكان هيثم كمال. وعلى الفري ثرو عمرو الجندي لا يسجل. نتيجه واضحه على الكوتش اوجوستي. عمرو الجندي على الفري ثرو الثاني لا يسجل ايضا. اسماعيل يلم ديفنسيف ريباوند على طول، يسلم لفودا، عدى فودا يسلم لميدو طه. ميدو استنى السكرين من السمعه، سلم للسمعه على 3 بوينت، سلم لميدو طه مره ثانيه اللي لقى نفسه فاضي والشوط، ونجح في تسجيل 3 نقاط مره ثانيه لصالح نادي الاتحاد. مهيب للسيف سمير، بيسلم لابو النصر معاه كوري اوبستر لاحمد مهيب. مهيب بيحاول يعدي لكن مصطفى صفوده يرتكب معاه فاول. فاول الثاني على مصطفى صفوده. كوتش مرعي هيسحبه ولا تجمع الحكام ده؟ هل هي ار اس؟ اي ار اس؟ هنشوف اي ار اس. اي ار اس ودولا على التغيير. 32-13 لصالح نادي الاتحاد. دي الإعادة عندنا في القناة لكن هنشوف قرار الحكام ايه. تو شوتس، تو شوتس. هل هو يعني اعتقد ان هو يعني افتكر ان احمد مهيب في وضعيه الشوط، او عفوا ده اوتسايد، اوتسايد اوتسايد. يبقى تاكد من قرار الحكم في الفاول واحتسبه لصالح النادي الاهلي. عمرو الجندي نرجع للمباراه، مهيب ياخد السكرين، مهيب لعمرو الجندي، درايف عمرو راح وقف شوت من بعيد، نجح في تسجيل 2 بوينت. عمرو الجندي على طول يسجل نقطتين. 34-15 لصالح نادي الاتحاد. اسماعيل زون ديفنس راجع النادي الاهلي، يقطع على طول ويعمل ستيل احمد مهيب والفص بريك لعمر عزب. عمر راح بشمال عمر لكن هارد لك يا عمر، ما بينجحش في التسجيل. يرجع مره ثانيه ويسلم لدولا. دولا للسمعه، 2-3 زون ديفنس نادي الاهلي لاسماعيل. حاول يلعب واحد على واحد، يلف ويرتكز لكن ووكن على طول. ليسكا فوتشيك ليسكا البولندي يحتسب ووكن او مخالفه المشي بالكره على السمعه. اوتسايد اهلاوي، ابو النصر هيطلع الاوتسايد، ضاغط دولا على عمر عزب، عدى عمر عزب. دولا ما زال في حراسته. عمرو الجندي، عمرو يقف، عمرو ويشوط عمرو لكن ما بيرجعش التسجيل، يزق ابو النصر على طول لكن تروح لدولا. دولا يبدا الهجمه وبيجرب فص بريك لحاتم بحيري، حاتم على الدرايف بالبيس لاين يوصل وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول لنادي الاتحاد عن طريق حاتم البحيري. وادي الدرايف من مهيب اللي ينجح في تسجيل نقطتين كمان، وهنا يخبط في دولا
والكابتن اسلام وحيد يوقف الملعب للاطمئنان على اللاعبين. وادي بنتريشن اللي نجح فيه احمد مهيب في تسجيله. وادي الخبطه هو ما كانش هو بيجري مش شايف، ودولا ايضا مش شايف. احمد اسماعيل على النزول في تغيير من تغييرات الكوتش اوجوستي بدلا من سيف سمير. دولا انتصاف احداث الكوارتر الاول قاربت على الدقيقه الخامسه. زون ديفنس النادي الاهلي، حاتم بحيري لبيبو نزل مكان اسماعيل، حاتم درايف لبيبو من بعيد يشوط لكن ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من عن طريق احمد اسماعيل، يسلم لعمر عزب، عمر لاحمد اسماعيل، لعمر عزب تاني على الهاند اوف لايهاب امين. ايهاب درايف من البيز لاين يقف ويرجع ونشوف مين اللي قاطع له، يسلم لمهيب، مهيب وثلاثات مهيب ونجح مهيب في تسجيل ثلاث نقاط. اولى الثلاثيات للاهلاويه، يدقق الفارق على طول ل 20-36. دولا للكيك اوت لكوري اوبستر، شوت عايز يرد لكن ما بيرجعش في التسجيل. مهيب على طول يلم ديفنسيف ريباوند، يقلب الملعب عمر عزب لكن دولا يقطع في السكه على طول ويعمل ستيل وياخد عمر عزب فاول على عمر عزب ورميتين للصالح دولا. خمس دقايق 28 ثانية ده الفرق إلى 16 نقطة. ودولا على تنفيذ الفري ثرو. توجيه كده وتحذير من بوريس كريتش السلوفاني لأحمد مهيب. دولا على الفري ثرو الأول ينجح في التسجيل. دول على الفري ثرو الثاني أو الرمية الحرة الثانية نجح أيضا في التسجيل. يبدأ عمر عزب الهجمة للأهلي والأهلاوية. عمر مع كوري أوبستر يسلم لأحمد إسماعيل ويستلم منه مرة ثانية على الهاند أوف. احمد مهيب حاول يعمل درايف يوصل حاول لكن تخبط في رجله وبتطلع اوتسايد للصالح نادي الاتحاد. خمس دقايق 14 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. 38-20 لصالح نادي الاتحاد. ميدو طه لبيبو، بيبو طلع لدولا، دولا على 3 بوينت شوت لكن ما بيرجعش في التسجيل. احمد اسماعيل يلم على طول على الديفنسيف ريباوند لعمر الجندي، عمرو المهيب يلغص على الناحيه الثانيه، سلم لايهاب امين لاحمد اسماعيل، لايهاب امين مره ثانيه، سكرينات لايهاب وسكرين ثالث لايهاب، يحاول يعمل درايف ويطلع لاحمد اسماعيل، الباصه حلوه لكن الاستلام مش حلو. دولا على طول يعمل ستيل ويجري بالفاست بريك ويسلم لكن تخبط في رجل ايهاب امين وبتجدد معاه الزمن. الهجمه لو اقل من 14 ثانيه توصل ل 14 ثانيه، لو اكثر من 14 ثانيه تقف زي ما هي، يعني لو هي 19 ثانيه دلوقتي خلاص هيبقى 19 ثانيه. لكن الكره على طول في حيز الاتحاد. ميدو طه يسلم لدولا، لميدو يحاول ايهاب يقطع لكن تطلع منه اوتسايد. ميدو لدولا لكوري اوبستر، كوري يقطع ايهاب ويعمل الستيل، راح ايهاب بتو بوينت ايهاب وينجح في تسجيل تو بوينت على طول لصالح ايهاب امين والاهلي. ده الفارق 22-38 لصالح نادي الاتحاد. كوري اوبستر لميدو طه، حاتم بحيري، دولا ضغط عليه ايهاب امين ياخد سكرين بيبو يعمل بنتريشن، دولا يسلم لميدو طه لكن هنا في فاول، في فاول هنا احتسبوا بوريس كريتش او عفوا كوتش كليزيكا اعتقد هنا على عمر عزب. عمر عزب وتاني الاخطاء الشخصيه عليه وتوتال على النادي الاهلي. لسه الاهلي زون ديفنس، حاتم بحيري يهوش يقطع على طول مهيب ويعمل ستيل يسلم لايهاب امين. ايهاب يبدا الهجمه اربع دقائق على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ايهاب ياخذ سكرين مع حاتم بحيري مش سايبه. ايهاب لاحمد اسماعيل، لايهاب مره ثانيه سكرينات
لإيهاب أمين في البيس لاين على الأوبن شوت، شوت عمر عزب لكن ما بينجحش في التسجيل، يزق الكرة كده على طول أحمد إسماعيل ليه عمرو الجندي، عمرو لسه معاه الكرة، خمس ثواني على زمن الهجمة، لسه الكرة مع عمرو، يطلع لعمر عزب تاني على الثري بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل، السكند شوت عند أحمد إسماعيل، يطلع كيك أوت لإيهاب أمين، إيهاب أمين بالفيك ويشوط لكن أيضا ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول حاتم بحيري، سلم لميدو طه، قطع له أحمد بيبو وأبو العلا لكن هنا بيعترضوا أحمد إسماعيل بفاول وخطأ شخصي على، نشوف الفاول بس نتأكد إذا كان على أحمد إسماعيل ولا إيهاب أمين. آه على إيهاب أمين. فاول على إيهاب أمين. وتو شوتس ليه؟ احمد ابو العلبي، عمر عزب يخرج ينزل مكانه مايكل تومسون، واحمد مهيب يخرج ايضا وينزل مكانه عمرو زهران، يعود كوري ويبستر وهيثم كمال للملعب في تغيير صفوف نادي الاتحاد 38 22 زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، 3 دقائق 33 ثانيه، اولى الفري ثرو ما بينجحش في تسجيلها احمد ابو العلبي والفري ثرو الثاني بيبو نجح في التسجيل، اوتسايد للاهلي مايكل تومسون، ميدو طه هو اللي متولي الرقابه، ميدو وادي مايكل تومسون عدى يسلم لعمرو زهران، عمرو ياخد سكرين من عمرو الجندي لاحمد اسماعيل، هاند اوف مع مايكل تومسون، اوفنسيف فاول على مايكل تومسون على احمد اسماعيل، عفوا اوفنسيف فاول على احمد اسماعيل، خطأ مهاجم على أحمد إسماعيل، أوتسايد للاتحاد ميدو طه يسلم لدولا، دولا يبدأ الهجمة ما زال الأهلي زون ديفنس 22-39 لصالح نادي الاتحاد، ميدو لدولا لميدو تاني باصات سريعة لهيثم كمال، هيثم والهاند أوف مع كوري ويبستر، كوري ياخد سكرين من بيبو يلعب معاه البيك اند رول، بيبو من بعيد يشوط ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاتحاد، 2 بوينت كمان لنادي الاتحاد 41-22 مايكل تومسون ياخد سكرين من عمرو الجندي، عمرو يهوش يقف وفلوتر شوت لكن ما بينجحش في تسجيل، احمد اسماعيل بيلم لكن بيبو اعترضوا بفاول والتو شوتس لصالح احمد اسماعيل، احمد ابو العلا بيبو وخطا الشخص الاول واربع اخطاء شخصيه على نادي الاتحاد في احداث الكوارتر الثاني، دقيقتين 28 ثانيه 41-22 لصالح نادي الاتحاد، ياسر صالح في تغيير لنادي الاتحاد بنزول ياسر صالح مكان كوري ويبستر، وادي احمد اسماعيل ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول، ثلاث محاولات للنادي الاهلي في احداث عمر هذا الكوارتر على الفري ثرو نجح في تسجيل محاوله وحيده، وادي المحاوله الرابعه لا يسجل، يزق عمرو زهران لكن توصل لبيبو، بيبو يستلم احمد عادل دوله ياسر صالح، لسه الاهلي زي ما قلت لحضرتك زون ديفنس، هيثم كمال يحاول يطلع منه الكوره مايكل تومسون لكن تروح لدوله، دوله ياخد سكرين من بيبو لميدو طه لدوله مره ثانيه، دوله السكرين مره ثانيه لكن قرر ان هو يشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، صراع على الكره ينتهي عند عمرو زهران، عمرو زهران يسلم لايهاب امين، ايهاب لسه الكره مع ايهاب، طلب السكرين من احمد اسماعيل والهاند اوف عمله مع ايهاب امين، ايهاب ودرايف لكن قرر انه يقف ويشوط لكن ما بينجحش في التسجيل ويحصل معاه على فاول اعتقد هنا على ياسر صالح رقم 20، فاول بثلاث رميات لايهاب امين، وادي خروج لاحمد اسماعيل، هنشوف مين نزل مكانه، عمر طارق في النزول بدل من احمد اسماعيل، 41-23 دقيقه 50 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول، كوري ويبستر مكان ميدو طه، ايهاب امين على تنفيذ الفري ثرو الاول لا يسجل،
والفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل. ست محاولات للاهلي على الفري ثرو او على الفاول شوتين، نجح في تسجيل 2 من اصل 6، الاتحاد 3 من اصل 4. وإيهاب أمين على تنفيذ اخر رميات الحره، نجح في التسجيل. تايم اوت يطلب الكوتش مرعي. 25-41 لصالح الاتحاد السكندري، دقيقه 50 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. تعالوا نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. لو سمحتوا يا كابتن، البيفوت الثاني لما يكون عايز يعمل سكرين بنص فلاش في ستيريو هيبقى هو واحد بيقطع كده، واحد بيقطع كده، الخمسيه مش هيعرف. بيكلموني قرب. انتهى التايم اوت اللي طلب الكوتش مرعي. كابتن مودي الجرحي وحوار مع مودي مع عمرو الجندي. واوت سايد لصالح الاتحاد وضغط من النادي الاهلي بالزوق ببريس 1-2-1-1 او ضغط من اول ملعب 1-2-1-1. مايكل تومسون، ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، عمرو زهران، هيثم كمال يستلم على طول، يضغط عليه ايهاب امين، يسلم لكوري هوبستر، عايزين يعملوا ترابات، هيثم كمال وبساط سريعه يقطع ويعمل ستيل على طول عمر طارق، لكن عمر ياسر صالح يرتكب معاه فاول. فاول بالتو شوتس على طول ليه عمر طارق. عمر طارق على تنفيذ الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. 26-41 لصالح نادي الاتحاد، دقيقة 42 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. لودو طه على تغيير في صفوف الاتحاد ينجح ايضا. عمر طارق في تسجيل الفري ثرو الثاني، تشجيع من فريق النادي الاهلي. وادي عمر طارق. ميدو طه نزل مكان ياسر صالح لانه مرتكب ثلاث اخطاء شخصيه. بيبو يستلم، حاول يعدي قبل الثمان ثواني، عدى فعلا، اعتمد على نفسه، لكن عمرو الجندي يعمل السير روعه الروعه، ويروح عمرو الجندي ويوصل لك البلوك من هيثم كمال، يحاول معاها لكن كوري هوبستر يوصل. وهنا في ايه؟ في هنا فاول على عمرو زهران، بوشنج بتو شوتس او الدفع بتو شوتس على طول. ادي هنا عمرو الجندي وقف، ولكن بيبو عفوا مش هيثم كمال عمل بلوك روعه. الكوري هوبستر على تنفيذ الفري ثرو الاول. ينجح كوري هوبستر في تسجيل الفري ثرو الاول. وادي كوري هوبستر على الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. تغيير في صفوف الاتحاد. دقيقة 29 ثانية 27-43 بيبو يخرج وينزل مكانه حاتم بحيري. مايكل تومسون قطع منه الكرة وبتطلع اوتسايد. هنا مايكل تومسون زمايله بيقوموه. كوتش اوجوسي وتعليمات لعمرو الجندي وايهاب امين. هيضغط نادي الاتحاد طبعا. كابتن اسلام وحيد بيطمن على مايكل تومسون، بيقول لهم خلاص روحوا انتوا، انا اللي هعدي. عمرو الجندي
يقلب الملعب على طول لعمر طارق. عمر طارق مستني لكن قرر اعتمد على نفسه عمر. وصل عمر لكن كرة تقع منه وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. لو محدش قرب لي فقرر ان هو يعتمد على نفسه. دقيقة 15 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. زون ديفنس ما زال النادي الاهلي. هيثم كمال لكرو بيستر. حاتم بحيري دولا خد سكرين يسلم لكوري. بصات سريعه من نادي الاتحاد توصل عند ميدو طه على 3 بوينت شوت لكن ما بيرجعش في التسجيل. تروح على طول لايهاب امين. ايهاب لسه درايف ايهاب بالفاست بريك. ايهاب بشماله لكن ما بيرجعش في التسجيل. سكند شوت ولا اروع من عمر طارق على طول ينجح في تسجيل نقطتين. تايم اوت يطلبه كوتش مرعي على طول والنتيجه 29-43. ادي عادت ايهاب امين راح فنش بايديه الشمال لكن ما بتنجحش التسجيل. على طول من وراها عمر طارق سكند شوت ولا اروع. تعالوا نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضرتك. تايم اوت 50 ثانية على تحديث الكوارتر الرابع. 29 لأهلي 43 للاتحاد والكرة لصالح نادي الاتحاد. ضغط من النادي الأهلي. عمر عزب يعود الملعب مكان مايكل تومسون. 2-2-1 هو دفاعات النادي الأهلي ضغطها بأول الملعب. كوري ووبستر. كوري لسه مع الكرة يا الملعب لدولا. دولا يحاول يعدي لكن هنا في فاول من عمر عزب. فاول على عمر عزب. ثلاث اخطاء شخصيه عمر عزب ورميتين لدولا. تو شوتس لدولا. ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول. بوريس كريتش يسلم لدولا. الفري ثرو الثاني. ينجح ايضا في التسجيل. كرة اهلاوية 45-29 لصالح الاتحاد. تاخر 40 ثانية في عمر الكوارتر الثاني. عمر عزب لسه معاه الكورة. عمر يحاول يعدي ويسلم لعمر الجندي. عمرو وسكرينات مع عمر طارق. عمر الجندي يحاول يعدي بسرعته ويعلي الكورة لكن هنا في فاول. هنشوف بس نشوف الحكم اشارته ايه. في تو شوتس لكن ما عرفناش الفاول على مين. ابو النصر في النزول وتغيير بدل من عمر عزب. يبقى اللي هيمسك الملعب دلوقتي ايهاب امين. وحاتم بحيري نزول بدل من هيثم كمال في صفوف الاتحاد. والتو شوتس لعمرو الجندي. عمرو ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول. 25 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. عمرو
عمرو على تنفيذ الفري ثرو الثاني. ينجح في التسجيل. زون ديفنس النادي الاهلي تبدا الهجمه التحدويه. كوري هوبستر للدولع. دولع بيطالب بالهدوء. اخر 15 ثانيه في عمر الكورتر الثاني. كوري هوبستر ياخد سكرين من السمعة، عايز يعمل بيك اند رول لكن يسلم حاتم بحيري. حاتم للسمعة في البيز لاين، يهوش ويقف ويعمل ستيب باك ويطلع للي قاطع له، وباص ولا اروع من ميدو طه، ما بين ميدو طه واسماعيل، ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاتحاد ومعهم فاول والاند وان. هنشوف هل حصل فاول. حصل فاول فعلا، والاند وان للصالح اسماعيل احمد. 47-31 لصالح الاتحاد. كوتش كليزيكا هيسلم ل اسماعيل احمد الاند وان. ما نجحش سمعه في التسجيل، وادي اخر الثواني، وادي ايهاب امين بيشوط من بعيد لكن ما بينجحش في التسجيل، عشان تاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم الاتحاد 47-31. اعزائي المشاهدين، 15 دقيقه زمن الراحه ما بين الكوارترين على ان اعود لكم ان شاء الله في احداث وبدايه احداث الكوارتر الثالث. الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، اليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لطاقم العمل في قناة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم. ونقل نهائي دوري السوبر وجيم فور بين الأهلي والاتحاد، للي ما كانش معانا ومتابع، انتهى الكوارتر الأول بتقدم الاتحاد على الأهلي 30-11، والكوارتر الثاني انتهى ب 47-31 زي ما حضراتكم شايفين قدامنا على الشاشه. يوجد اخطاء دفاعيه كثيره لدى النادي الاهلي، هنتكلم عليها واكيد اتكلم عليها كوتش اوجوستي. تعالوا نشوف الستارت اللاين اب للنادي الاهلي. مايكل تومسون، عمرو زهران، سيف سمير، عمر طارق، و الخامس هو ايهاب امين، والكره اهلاويه. مايكل تومسون يسلم لعمر طارق، مع ايهاب امين الهاند اوف، لسه الكره مع ايهاب، يسلم مايكل تومسون. سيف سمير تحت الباسكت 1-1 بالهوك، يروح ما بينجحش في التسجيل، يزقها عمرو زهران، توصل لسيف سمير مره ثانيه. مايكل تومسون خماسي الاتحاد، علي في اولى المشاركات، دولا، حاتم بحيري، كروبستر واسماعيل احمد. اخر خمس ثواني في زمن الهجمه، وادي الانسايد للنادي الاهلي، وادي 3 بوينت على الكيك اوت ويشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، والاير بول وفاول على كوري هوبستر، لكن كوتش كليزيكا بيقول زمن ال 24 ثانيه انتهى. اوتسايد للصالح النادي الاتحاد. اوتسايد تحداوي الكوارتر الثالث. استطاع النادي الاهلي تدارج الاخطاء الدفاعيه في احداث الكوارتر الاول والثاني، سيكون للمباراه راي اخر. علي والبلايند باك باص، لا وينجح في تسجيل، اسيست جميل من علي، الكوري هوبستر ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاتحاد. اولى النقاط للاتحاد 49-31. كوري هوبستر يتولى رقابه عمرو زهران، مايكل تومسون ياخذ سكرين من عمر طارق، مايكل لسه مع الكوره، يسلم لعمرو الجندي، عمرو السيف سمير يلعب بلاي 1-1، يلفه بالهوك، ينجح في تسجيل اولى النقاط الاهلاويه، نقطتين لسيف سمير. دولا من الاتحاد يسلم لعلي محمد، علي هاند اوف مع كوري هوبستر، ياخذ سكرين لاسماعيل، اسماعيل على 3 بوينت، يعمل الدرايف، يلف الباك سبين لعلي على الكيك اوت 3 بوينت لكن ما بيرجعش في التسجيل، يلم على طول عمرو زهران، عمرو يباص الكرة لكن في السكة، يعمل ستيل على طول سيف دولا، وادي اختراقات تنتهي عند
كوري اوفيسر اوفن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح الاتحاد. 52-33 مايكل تومسون. مايكل لسه الكره مع مايكل تومسون. دفاعات قويه من الاتحاد. ياخذ سكرين على طول من عمر طارق. مايكل يعمل الدرايف يوصل ويسلم سيف سمير. سيف سمير يستخدم اللوحه ما بتنجح. سكند شوت عند عمر طارق على طول. ترانزيشن النادي الاهلي في الربوع بطيء شويه نوعا ما، لكن هنا في اوفنسيف فاول على حاتم بحيري. اوفنسيف ريباوند على حاتم بحيري اوتسايد للاهلي. الاهلي حط باسكت عن طريق عمر طارق في الاخير. الكوره دي طارق على بال ما رجع كان الاتحاد بدا الهجمه ووسط لحاتم بحيري اللي نجح يعني ما نجحش في انه يسجل. وادي فولو دانك روعه روعه ان يور فيس. عمر طارق ينجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. بدايه قويه وحماسيه لصالح النادي الاهلي وفاول على علي محمد رقم 42. فاول والاند وان. فاول على كوري اوبستر. كوري اوبستر فاول على كوري اوبستر. دانك من عمر طارق والاند وان عمر طارق ايضا. توقفات هقول لكم بعض الاحصائيات سريعا، لكن خلينا مع المباراه. والاند وان لعمر طارق ينجح في التسجيل. في الكوارتر الاول والثاني 16 محاوله للنادي الاهلي على الفري ثرو، نجح في تسجيل 10 مقابل 15. نادي الاتحاد نجح في تسجيل 13. نرجع للمباراه. السبعه يسلم الهاند اوف مع كوري اوبستر. كوري ومعاه عمرو زهران. عمرو ارتكب معاه فاول. فاول على عمرو زهران. اولى الاخطاء الشخصيه على الاهلي وثاني الاخطاء الشخصيه على عمرو زهران. سايد للاتحاد. حاتم بحيري هيطلع الاوت لدولا. دولا كوري اوبستر ومهمه وادي دولا يطلع الكيك اوت لكوري اوبستر. كوري على الميديم شوت شوت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم سمعه السكند شوت يسلم لكوري. كوري الشوت ما بينجحش ايضا في التسجيل. يلم على طول النادي الاهلي عن طريق عمر طارق ويسلم لايهاب امين. مان تو مان نادي الاتحاد. لسه ايهاب مع كوره طلب من سكرين. لسه ايهاب من البيس لاين بنتريشن. وادي سيف سمير يهوش وعلى الاوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. لكن هنا في ايه؟ في فاول. هنشوف على مين. كوري اوبستر اعتقد فاول. هذه الثلاثيه لكن الاكشن حصل بعديها في الريباوند. كوري اوبستر فاول ثاني على دولا. دولا فاول ثاني الاخطاء الشخصيه على دولا وثالث رابع الاخطاء الشخصيه على الاتحاد السكندري. وادي دولا يخرج وكوري اوبستر يخرج وينزل ميدو طه ومصطفى عصام فوده. مان تو مان نادي الاتحاد. 6 دقائق 41 ثانيه على احداث الكوارتر الثالث. 38-52 لصالح الاتحاد. يفوز الاهلي اليوم يتوج باللقب. عمر طارق يوصل وينجح في تسجيل نقطتين و2 بوينت لصالح النادي الاهلي. 40-52 12 نقطه ده الفارق. حاتم بحيري يستلم من اسماعيل احمد يجيله علي بسكرين يعمل بنتريشن ودرايف ويوصل ويطلع كيك اوت. يحاول معاه ايهاب امين لكن توصل لميدو طه. يطلع لعلي هاند اوف مع ميدو طه. ميدو مع دفاعات قويه من النادي الاهلي. الدفاعات هي كلمه السر. ترايب من علي لكن ما بينجحش في التسجيل. سيف سمير يلم الديفنسيف ريباوند على طول ويسلم لايهاب امين. سيف ايهاب لسه مع الكوره يقف ويسلم البيعص لكن هاردك يا ايهاب هاردك يا سيف. ما لحقتهاش كانت اسرع من سيف لكن روعه في التفكير. رام ابراهيم على التغيير واولى المشاركات مكان علي محمد في تغيير صفوف نادي الاتحاد. اوتسايد للاتحاد. 6 دقائق على انتهاء احداث الكوارتر الثالث.
ضغط مايكل تومسون على فودة يقطع بالملعب ويقود الهجمة إسماعيل أحمد. ميدو طاهر سكرين من رامي إبراهيم وأولى المشاركات لرامي. وادي درايف من ميدو طاهر يقعد ويطلع كيك أوت لرامي على 3 بوينت شوت أوبن شوت نجح في التسجيل. ثلاث نقاط لصالح نادي أولى النقاط لصالح الاتحاد أولى الثلاثيات. وادي 3 بوينت من سيف ما بينجحش في التسجيل يلم على طول ديفنسيف ريباوند الصبح يسلم لميدو طاهر لمصطفى عصام فودة. فودة لرامي إبراهيم سكرينات توصل عند إسماعيل. إسماعيل يسلم لبحيري معاه إيهاب أمين حاول يقطع الكرة لكن بحيري سيطر على كورته يعمل الدرايف ويقف عمر طارق يطلع كيك أوت لرامي إبراهيم أي حاجة قبل الوكن آخر ثانية ينجح النادي الأهلي في دفاعاته إنه يمنع نادي الاتحاد من التسجيل في خلال 24 ثانية وتقول الكرة لصالح نادي الأهلي. بيبو يخرج من الاتحاد ينزل مكانه السمعة كوري هوبستر هينزل دلوقتي مكان مين؟ مكان حاتم بحيري. على 3 بوينت احداث الكوارتر الاول والثاني 12 محاوله الاهلي من 3 بوينت ينجح في تسجيل محاوله وحيده اما نادي الاتحاد خمس محاولات من اصل 11 محاوله نجح في تسجيلهم. نرجع للمباراه مايكل تومسون مع فودة ياخذ سكرين من سيف سمير لسه الكره مع تومسون عايز يسلم الانسايد عمرو زهران عمرو يعمل بنتريشن لكن تراجع ويسلم لسيف سمير سيف ويب اسست روعه الروعه لعمر طارق بضنك على طول يسجل 2 بوينت لصالح نادي الاهلي. تفكير عميق من الكوتش اوجوستي لو نفذوا دفاعات قويه يقدر ينجح فيه تقليص الفارق وتقدم هيدا. فودة ياخد سكرين من رامي ابراهيم يعدي يهوش فودة يسلم لبيبو تحت الباسكت مع سيف سمير يلعب 1-1 اخر الثانيتين في احداث وزمن الهجمه يشوط ما بينجحش في التسجيل لكن كوري هوبستر كان المفروض يحجز عمرو زهران كوري هوبستر في البوكس ناوت لكن كوري ينجح ببليس انه يسجل 2 بوينت على طول لصالح نادي الاتحاد. عمر طارق تحت الباسكت يحاول يلعب واحد على واحد يسلم لسيف سمير لكن يقطع على طول في السكه ميدو طه ويعدي فص بريك 2-1 يوصل ميدو طه ينجح ميدو طه في التسجيل نقطتين لصالح نادي الاتحاد. واحد وستين 42 لصالح نادي الاتحاد 3 دقائق 35 ثانية على زمن الكوارتر الثالث. مايكل تومسون وعلى 3 بوينت مايك هيل لكن في فنس فاول هنا شوف على مين خرج ابو النصر نزل ابو النصر خرج عمرو زهران فاول على مايكل تومسون غير راضي عن الاداء كوتش اوجوستي ضغط النادي الاهلي لكن ميدو طه يستلم في نص ملعب النادي الاهلي مايكل او ميدو طه عفوا يسلم لرامي ابراهيم كوره بيصير على الهاند اوف مع رامي يقف ويشوط على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل يلم على طول سيف سمير ويسلم لايهاب امين عدى ايهاب لكن يقطع ميدو طه في السكه اوتسايد بالصالح نادي الاهلي. مايكل تومسون مايكل يسلم لعمر طارق تحت الباسكت يلعب واحد على واحد في الانسايد لكن يقطع منه ويسلم لبيبو بيبو يقطع على طول ويسلم لرامي ابراهيم يهدى بالملعب لكوري اوبس كوري اوبس والبيك اند رول مع رامي ابراهيم اللي يقف ويشوط على الميد يم شوت لكن ما نجحش في التسجيل ديفنسيف ريباوند على طول من ايهاب امين ايهاب يسلم لابو النصر يقلب الملعب مايكل تومسون على 3 بوينت اوبن شوت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي الان مايكل تومسون 45-59 لصالح نادي الاتحاد لكن اوفنسيف فاول على رامي ابراهيم يرتكبوا امام مايكل تومسون وادي مايكل وال 3 بوينت الاخيره
تايم اوت ولا تغيير؟ تغيير سمعه مكان بيبو، وايهاب امين يخرج وينزل مكانه عمرو الجدي، واحمد مهوب ايضا على النزول. ابو النصر هيطلع الاوت. احمد مهيب بدلا من سيف سمير. 45-59. مايكل تومسون ياخد سكرين من عمر طارق. مايكل على الثري بوينت المره الثانيه، لكن قصيره المره دي، ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من نادي الزمالك، من نادي الاتحاد. مصطفى فوق للسمعه، رامي ابراهيم لميدو طارق. دقيقتين ثلاث ثواني على التاع الكوارتر الثالث. يقلب الملعب السمعه عند رامي ابراهيم اللي بيهوش وبيعمل درايف وطلع كيك اوت على طول من البيس لاين لكوري هوبستر. كوري في الثواني الاخيره شوت مصطفى صنفوده، لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول عمر طارق ويسلم لايهاب لعمرو الجندي. عمرو درايف عمرو، حاول يلعب واحد على واحد، لكن رامي ابراهيم قفل له السكه. وادي فاول على ميدو طه يرتكبوا امام مايكل تومسون. فاول تو شوتس لمايكل تومسون. دولا يعود في الملعب مره اخرى، يستعين بكوتش مرعي. حوار ما بين فوتشي كليسكا و مايكل تومسون، ومايكل تومسون على الفري ثرو الاول. مايكل على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. 46-59. وادي مايكل على الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. دي 34 ثانيه على عمر او انتهاء الكوارتر الثالث. رامي ابراهيم يطلع له بعد ما اتعمل له سكرين دوله وسكرينات سريعه وانتهى عند كوري هوبستر. كوري يستلمه على طول في الدفاع عمرو الجندي، لكن يستلمه بالفاول وخطا شخصي على عمرو الجندي. اولى الاخطاء الشخصيه على عمرو الجندي، وتاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي باوت سايد على النادي الاهلي. دول هيطلع الاوت. دقيقه و20 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثالث. مصطفى عصام فوده. فوده يسلم الكوره هوبستر. كوري ياخد السكرين من رامي، حاول يعدي يعمل درايف معاه مان تو مان عمر طارق. يعدي من عمر طارق بشماله ويوصل وينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاتحاد. 61-47. وبوينت لكوري هوبستر. 50 ثانية مايكل تومسون لعمرو الجندي. درايف عمرو، لسه الكرة معاه. عمرو الجندي يقف ويطلع كيك اوت لابو النصر. ابو النصر درايف من الميدل يلف ويروح بيمينه وينجح في التسجيل. 2 بوينت لصالح النادي الاهلي. 49-61. بيفوت ولا اروع من ابو النصر. رامي ابراهيم الاتحاد للسمعه. وادي هنا في ايه؟ في فاول على رامي ابراهيم. اوفنسيف فاول على رامي ابراهيم. فاول الثاني على رامي ابراهيم. وتغيير في صفوف الاتحاد. نشوف مين رامي ابراهيم يخرج، نشوف مين نازل مكانه. اوتسايد اهلاوي مايكل تومسون. مصطفى عصام فوده هيتولى رقبته. مايكل لسه الكره مع مايكل تومسون. اخر 10 ثواني في زمن الكوارتر الثالث. مايكل 5 ثواني لسه الكره مع مايكل. عايز درايف يوصل، لكن هنا في ايه؟ هنا في اوتسايد على مايكل تومسون. وثانيه وحيده تتبقى في احداث وعمر الكوارتر. التالي
يقطع الكرة عمر طارق وتأتي معها صفرة انتهاء أحداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاتحاد على النادي الأهلي 61-49. تعال نسمع فترة الراحة ما بين الكوارترين ونرجع لحضراتكم مرة تانية. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين واحداث الكوارتر الرابع والفصل الاخير في احداث جيم 4. اذا فاز الاهلي حسم اللقب لصالحه بنتيجه 3-1 في السيرياس او البيست اوف 5، اما اذا فاز الاتحاد ستؤجل اعلان النتيجه الى بعد باكر يوم الاثنين في نفس الموعد ونفس الصاله. 61 الاتحاد 49 الاهلي. سجل نادي الاهلي في احداث الكوارتر الثالث 18 نقطة أمام الاتحاد 14 نقطة، لكن خلونا في المباراة الستارت لاين أب للنادي الأهلي. مهيب، عمرو الجندي، مايكل تومسون، عمر طارق وأبو النصر، دولا وإسماعيل أحمد ومصطفى عصام فودة، خرج رامي إبراهيم نزل مكانه بيبو كوريوبستر، ده خماسي نادي الاتحاد. الحيازة التحدوية والسمعة يمتلك الكرة، يسلم الهاند أوف على طول لفودة، فودة ياخد سكرين من بيبو. لسه فوده مع الكوره يحاول يدور على البنتريشن، يطلع كيك اوت لدولا، دولا يعمل البنتريشن ويقف في الثواني الاخيره شوط اي حاجه ما بينجحش في التسجيل، يلم بيبو على السكند شوت، ولكن هنا صفرت ال 24 ثانيه كانت هي الاسرع. حد يقول لي ده شاط، اقول له ما لمستش الحلقه عشان كده ما تجددتش زمن الحجم. هيضغط نادي الاتحاد من اول الملعب، يلا يا اهلاويه شدوا حيلكم شويه. هو جمهور الاهلي لسان حاله يقول هذا الآن. مهيب يسلم للجندي، لسه الكرة مع الجندي، عمر طارق وبيب وقعوا، لسه الجندي مع الكرة يحاول يعمل الدرايف يقف ويسلم ويشوط، لكن هنا في فاول. هنشوف الفاول على مين، نشوف الفاول على مين، هل على كورة يوبستر ولا إسماعيل أحمد؟ أعتقد على السمعة. وعمرو الجندي على الفري ثرو والتو شوتس أو الرميتين الحرتين. عمرو الجندي نجح في تسجيل الفري ثرو الأول. وعلى الفري ثرو الثاني عمرو الجندي. إيقاف الثلاثيات. نادي الاتحاد قد يأتي بالفوز إلى النادي الأهلي. محتاج الأهلي محتاج تركيز أقوى في الديفنس وإنهاء الهجمات بقوة. وقتها كده خرج إسماعيل، نزل هيثم كمال من نادي الاتحاد، تغيير يجريه كوتش أحمد برعي، وتغيير آخر يخرج فودة وينزل حاتم بحيري. ضغط النادي الأهلي على نادي الاتحاد، هيثم كمال يستلم، يستلم لدولا، دولا يبدا الهجمه، دولا لسه مع الكره، احمد عادل دولا لكوري اوبستر. 9 دقائق فالدقيقه وحيده من احداث الكوارتر الرابع. كيك اوت لدولا، دولا بنتريشن من البيز لاين، لكن يرجع مره ثانيه ويسلم لكوري اوبستر. كوري في الثانيتين الاخاره وقف وشاط على الميديم شوت، نجح في التسجيل وخد معاها فاول اعتقد على ابو النصر، فاول وخطا شخصي على محمد ابو النصر. الاند وان لابو النصر. كوري ويبستر على الاند وان والفري ثرو او الرميه الحره الاضافيه. نجح في التسجيل. 51 الاهلي 63 الاتحاد. عمرو الجندي يبدا الهجمه، او 64 الاتحاد عفوا. عمرو الجندي سكرين من عمر طارق لعمرو، يسلم لابو النصر، ابو النصر راجع من الاصابه، بنتريشن يطلع كيك اوت لمهيب على الثري بوينت، لكن قصيره يزق ابو النصر، لكن توصل في ايد دوله من الاتحاد لكوري ويبستر. كوري لدوله، لكوري مره ثانيه، كوري يعمل الدرايف ويشوط من بعيد فلوتر شوت، ينجح في تسجيل 2 بوينت لصالح نادي الاتحاد. 66 51
مايكل تومسون لمهيب مرة تانية، الشوط ينجح فيه ثلاثية مهيب. يداي الفارق إلى 54-66، 12 فوق نقطة هو الفارق. كوري أوبستر طلع الكرة كده باصة لكن أوتسايد لصالح نادي الأهلي. مايكل تومسون وعمر طارق يخرجوا، إيهاب أمين في التغيير، شوف أعتقد مكان سيف سمير ولا أحمد إسماعيل، لا أحمد إسماعيل قاعد، يبقى سيف سمير. إيهاب أمين يسلم للجندي، الجندي هو اللي هيقود الملعب في مركز البوينت جارد أو صانع الألعاب. عمرو الجندي لسه معاه الكورة، سكرين لسيف سمير، عمرو لسه معاه الكورة أيضا، يقف ويسلم السيف، اسيست ولا اروع وباسكت ولا اجمل والكاونت والاند وان. هنشوف الفاول هنا على مين، فاول هنا على بيبو، والكاونت والاند وان للسيف سمير. 56-66 ده الفرق الى 10 نقاط. فاول على حاتم بحيري، حاتم بحيري، وادي الاند وان للسيف ينجح في تسجيلها. ده الفارق الى 9 نقاط لصالح نادي الاتحاد. دولا لحاتم بحيري، حاتم يعمل الدرايف ما جاش حد، طلع كيك اوت، سلم لوبستر، وبستر سكرين من هيثم كمال، يعمل الدرايف وبستر يطلع كيك اوت لدولا، دولا على 3 بوينت اوبن شوت لوحده خالص ينجح في تسجيل 3 نقاط، يوسع الفارق الى 12 نقطة لصالح نادي الاتحاد. عمرو الجندي، عمرو سكرين من سيف سمير، عمرو الجندي عايز يرد بالثلاثيه من بعيد، عمرو نجح عمرو في تسجيل 3 نقاط، يدعي الفريق الثاني ويرجعه الى 9 نقاط. عمرو الجندي بالثلاثيه ولا اجمل لصالح الاهلي والاهلاويه. حاتم بحيري ياخذ سكرين من بيبو، حاتم يعمل الدرايف وحاول يسلم بيبو، يقطع في السكه لكن هنا في ايه، اسلام وحيد، قال كابتن اسلام وحيد قال فاول على ايهاب امين. خلينا معاه في الصوره كده نعرف الفاول على مين، فعلا على ايهاب امين. اوتسايد للاتحاد. كوري أوبستر هيطلع يسلم لحاتم بحيري على الاوبن شوت، حاتم على 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. على طول هيثم كمال يلم لكن ده معاه دفاعات النادي الاهلي، يطلع لدولا، دولا يهدم الملعب، 7 ثواني على انتهاء زمن الهجمة. دولا ياخد سكرين من بيبو عايز يعمل الدرايف، وصل لكن هنا في فاول على سيف سمير يحتسبه بوريس كريتش، وفي إصابة لدولا، سلامات لدولا، ألف سلامة لدولا، هنشوفها تاني في العادة. بوريس كريتش هو اللي احتسب الفاول على سيف سمير. هو خبط في حاجه يعني، ظهره خبط في حاجه يعني. سلامات لدولا، قام بسلامه هو الحمد لله. وادي حوار ما بين كوتش اوجوسي واحمد مهيب، ميدو طه مكان هيثم كامل في تغيير يجريك كوتش احمد مرعي، والتو شوتس لدولا. ينجح دولا في تسجيل الفري ثرو الاول. ستين سبعين لصالح الاتحاد، وادي الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. عمرو الجندي هو القائد في الملعب او البوينت جارد، عدى عمرو، وصل لسه هيشوف هيعمل ايه، هيقف ولا هيطلب السكرين، طلب السكرين من سيف، سيف مازال على 3 بوينت ولا قلب الملعب الناحيه الثانيه لمهيب، مهيب على الثلاثيه لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم ديفنسيف ريباوند على طول حاتم بحيري اللي بيسلم بدوره لدولا، دولا لكوري أوبستر، كوري من نادي الاتحاد، خد السكرين من بيبو، معاه ابو النصر، لسه كوري معاه الكوره،
يطلع كيك اوت لبحيري بصات سريعه توصل لبحيري مره ثانيه لدوله. دوله بيلعب واحد على واحد لكن تخبط في رجل تخبط في رجل دوله وعلى طول تقول الكره لصالح النادي الاهلي. 11 نقطه فارق لصالح نادي الاتحاد 71-60 في نهائي وجيم 4 دوري السوبر لكرة السلة 21 موسم 21-22. وتشيك ليزكا بيطالب بجلوس اللاعبين. واوتسايد للاهلي. مهيب هيطلع الاوت. ضغط نادي الاتحاد مان تو مان بريس في الكورت. ايهاب امين يتخلص من الرقابة ويعدي قبل الثمان ثواني. ايهاب لسه معاك كرة. هو القائد يعني هو اللي هيقوم بدور صانع الالعاب او البوينت جارد. ايهاب على الميديم شوت شوت لكن في صفرة هنا بالتو شوتس وفاول على مصطفى عصام فودة. فاول على فودة. ثلاث اخطاء شخصية مصطفى عصام فودة. خطأين في الكوارتر الثاني وخطأ في الكوارتر الرابع. ايهاب امين على تنفيذ الفري ثرو والتو شوتس او الرميتين الحرتين. اربع محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيلهم في احداث هذا الكوارتر. خمس محاولات للاتحاد نجح في تسجيل اربعه. ايهاب لا يسجل الفري ثرو الاول. ايهاب على تنفيذ الفري ثرو الثاني او الفاول شوتين الثاني لا يسجل ايضا. يلم الكره على طول حاتم بحيري. حاتم بيسلم لميدو طه او ياخد سكرين يعدي عايز يعمل بيك اند رول لكن الهاند اوف على طول مع كوري ويبستر. كوري يخلص بالسكرين يعدي كوري لكن هنا في فاول على عمرو الجندي. يحتسب الحكم عمرو الجندي فاول. فاول الثاني على عمرو الجندي. ثاني الاخطاء الشخصيه والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. ثلاث اخطاء شخصيه على توتال على نادي الاهلي. ضغط النادي الاهلي. ميدو طه استلم الكره مع مهيب يعدي بالسكرين. ميدو حاول يعمل الدرايف واحد على واحد يتراجع ثاني ويبدا الهجمه من اول وجديد. اخر اربع ثواني مصطفى حسام فوده يهوش ويسلم لكوري وبيستر على الثري بوينت اللي بينجح بدوره في تسجيل ثلاث نقاط لكوري وبيستر. على طول كوتش اوجستي يطلب تايم اوت لايقاف تقدم نادي الاتحاد 74-60 لصالح نادي الاتحاد. تايم اوت. تعال نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجستي. 4 دقايق 44 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. النتيجه زي ما شايفين حضراتكم 74-60. سيف سمير عمرو الجندي مايكل تومسون احمد مهيب وايهاب امين ده خماسي الاهلي. حاتم بحيري كوري وبستر مصطفى عصام فوده ميدو طه وبيبو ده خماسي نادي الاتحاد. ضغط نادي الاتحاد 1-2
2 او 1 2 1 1 على النادي الاهلي. مايكل تومسون سلم لمهيب، مهيب يقلب الملعب الناحيه الثانيه بالسكيب باس لعمرو الجندي، عمرو الجندي والدرايف عمرو الجندي والفلوتر شوب شوت ينجح في تسجيل نقطتين، 2 بوينت صحيح ليه عمرو الجندي للنادي الاهلي. عدى مصطفى عصام فوده يسلم لميدو طه، ميدو طه لكوري ويبستر، كوري يعمل الدرايف ويسلم ميدو طه على 3 بوينت شوت ميدو طه، لكن اير بول عمرو الجندي على طول ديفنسيف ريباوند، يمسك عمرو ويسلم لسيف، فعلا سلم لسيف لمايكل تومسون، مايكل لعمرو الجندي، عمرو الجندي على الثلاثيه ينجح عمرو الجندي، ثلاث نقاط يضيفهم لصالح النادي الاهلي ويتضيق الفارق ل 74 اعتقد انها 65 مش 74، فنشوفها تاني كده. ثلاثيه يا جماعه 65 74 تايم اوت، اطلبوا الكوتش مرعي نرجع نروح للتايم اوت ونرجع لحضراتكم مره تانية. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش مرعي، 4 دقائق وثانيتين هي الاصعب على المدربين، هي الاصعب على الفريقين، 4 دقائق يريد ان يحسمها الاهلي ولا يؤجلها الى اليوم الى يوم الاثنين، اما الاتحاد فعليه ان يحسمها الان اذا اراد الوصول الى الجيم 5 او الخامس. نتمناها اهلاويه، ضغط النادي الاهلي من اول ملعب، حاتم بحيري هيطلع الاوت يسلم لفوده، فوده ضغط عليه مايكل تومسون يسلم لحاتم بحيري، عدى قبل الثمان ثواني حاتم، معاه عمرو الجندي ياخد سكرين من بيبو، حاتم يطلع كيك اوت لويبستر، ويبستر يعمل الستيل ايهاب امين ديفنس ولا اروع، فاست بريك لسيف سمير لمايكل تومسون، مايكل يقف هيشوط ولا هيعمل هيلعب من اول وجديد، بدا مايكل تومسون حاول يلعب واحد على واحد واخد فاول من بيبو لكن ما بيحسبهاش كاونت، والتو شوتس لصالح مايكل تومسون، فاول وخطا شخصي على احمد ابو العلا بيبو. اوتسايد ده الفرق الى 9 نقاط. ايهاب امين يستلم ياخد سكرين يعمل الدرايف، ايهاب يطلع الكوره لعمرو الجندي تقع من ايده تطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. 3 دقائق 30 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه، زي ما قلت لحضراتكم هما الاصعب اوقات، كل ما بيتقرب من النهايه هي الاصعب على الفرقتين وعلى المدربين. ضغط النادي الاهلي، دفاعات قويه على نادي الاتحاد، حاتم بحيري يستلم ويقول لفوده روح انت انا اللي هطلع بالملعب، عدى حاتم بحيري يسلم لمصطفى عصام فوده، فوده لحاتم بحيري ياخد سكرين من بيبو، 3 دقايق 15 ثانية على انتهاء احداث الكورت الرابع، ستيل تاني من ايهاب امين والفاست بريك لازم تيجي دي بقى المرة دي، ايهاب يوصل، ايهاب ينجح، ايهاب في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح النادي الاهلي، ده الفارق الى 74 77، دكة مدافعات النادي الاهلي بتطالب اللعيبة تضغط اكتر من كده، 67 74 ضغط من النادي الاهلي، ميدو طه لسه معاه الكورة، ميدو ياخد ويسلم لكوري ويبستر، كوري دفاعات قويه من النادي الاهلي، كوري لسه معاه الكوره يعمل الدرايف يوصل لكن في فاول هنا والكاونت من الكابتن اسلام وحيد، كاونت وفاول على ايهاب امين.
كاونت على ايهاب امين. فاول على ايهاب امين. عفوا. ايهاب امين بيقول لكابتن اسلام وحيد في بوشنج. كابتن اسلام وحيد قال له فاول وكاونت واند وان. 76 67 لصالح الاتحاد. طبعا فارق تاني لتسع نقاط. كوره هوبستر على الفري ثرو والاند وان نجح في التسجيل. عمرو الجندي 10 نقاط هي الفارق 77 67. عمرو الجندي لسه معاه الكوره. عد عمرو الجندي لكن في فاول على حاتم بحيري. الفاول الثالث على حاتم بحيري والتو شوتس لعمرو الجندي. عمرو الجندي على تنفيذ الفري ثرو الاول فاول شوتنج ينجح في التسجيل. الفارق الى فرق 9 نقاط. عمرو الجندي على الفري ثرو الثاني لا يسجل. حاول معاه ايهاب امين لكن توصل لبيبو وهنا ايهاب امين بيعمل الجامبول والحيازه هنا اهلاويه. والحيازه اهلاويه. ايهاب امين بروح عاليه يعافر مع الكوره. شوف مره ثانيه ايهاب ما سابهاش ما ادالوش فرصه حتى يبص راح على طول هنا جامبول على طول. حازه للنادي الاهلي كانت الحازه في بدايه احداث هذا الكوارتر للاتحاد. اوتسايد للاهلي. تكفيف الكره. مايكل تومسون هيطلع الاول. عمرو الجندي عمرو كره خط عمرو لكن تراجع ثاني ويبدا الهجمه من اول وجديد. ياخد السكرين من سيف سمير. عمرو الجندي يبحث عن الثلاثيه مش هيدوله فرصه. عمرو ودرايف عمرو لكن بلوك ولا اروع من بلوك بيبو وتطلع اوتسايد على نادي الاتحاد. ثلاث ثواني وخمس اجزاء من الثانيه على انتهاء زمن الهجمه. دقيقتين و21 ثانيه على انتهاء زمن المباراه. اوتسايد للاهلي. تومسون يسلم لايهاب امين اللي لازم يشوطه على طول قبل الثلاث ثواني لكن ما بينجحش في التسجيل. مهيب يدفنس اوفنسيف ريباوند يسلم مايكل تومسون مره ثانيه. مايكل درايف مايكل وصل مايكل لكن خد فاول على احمد ابو العلا بيبو برميتين حرتين وتو شوتس. بيبو يرتكب الخطا الشخص الثالث. ولا ده مصطفى عصام فودة اعتقد على مصطفى عصام فودة. تو شوتس على طول لمايكل تومسون. يبقى بيبو فعلا فاول على بيبو هو اللي ارتكب الخطا الشخصي. 13 ساعه على بيبو. نزل مكانه هيثم كمال. مايكل ينجح في التسجيل. الفري ثرو الاول. مايكل على الفري ثرو الثاني. مايكل ما نجحش في التسجيل. ايهاب امين على السكند شوت ينجح في تسجيل نقطتين كمان ويضيق الفرق الى ست نقاط في اخر دقيقتين و10 ثواني من عمر الكورت الرابع والمباراه. فوده يستلم فوده ويسلم هاند اوف مع ميدو طه. ميدو طه يعدي ميدو يقف ويسلم لهيثم كمال. هاند اوف مع كوري هوبستر معاه ايهاب امين. سكرين من هيثم كمال لكن كوري هوبستر مش سايبه. ايهاب امين يحاول يقف الدرايف والميديم شوت لكن اير بول على طول يلم عمرو الجندي. يبدا الهجمه عمرو الجندي. يبدا عمرو الجندي الهجمه. هيسلم لمين؟ يفتح الملعب بيقول تومسون افتح الملعب. خد سكرين من سيف سمير. سيف يستلم سيف سمير. ضغط من نادي الاتحاد. ايهاب امين يستلم. ايهاب يقف
ويهوش ويشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، يحاول معاه مره ثانيه لكن توصل لسيف سمير، لكن ال 24 ثانيه كانت هنا الاقرب لانها لم تلمس الحلقه زي ما قلت لحضراتكم. اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. كوتش كلاسيكا بيقول للاعبين طالبوا بالهدوء، لكن هنا في تايم اوت طلبوا اعتقد كوتش مرعي. تعالوا نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى تايم اوت خماسي النادي الاهلي. السيف سمير، عمرو الجندي، ايهاب امين، ايهاب امين، احمد مهيب، مايكل تومسون. دقيقه 16 ثانيه على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. هتقول لي دقيقه 16 ثانيه كتير، اقول لك اه. دكتور مجدي ابو فخر رئيس الاتحاد المصري لكره السله، حاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري كوري اوبستر، حاتم بحيري، فوده، هنشوف مين معاهم مره ثانيه. اوتسايد للاتحاد، ضغط النادي الاهلي، سلم حاتم بحيري، هيطلع بالملعب حاتم ولا يسلم لفوده؟ سلم لفوده، ضغط النادي الاهلي عن طريق مايكل تومسون، يسلم ويقلب الملعب لهيثم كمال، هيثم والهاند اوف مع ميدو طه. ميدو خد سكرين من حاتم بحيري، معاه مهيب، لكن ميدو قرر يخترق ووصل، نجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاتحاد. تايم اوت يطلبه على طول كوتش كوتش اوجوستي في اخر دقيقه و14 ثانيه من زمن وعمر الكوارتر الرابع. نسمع التعليمات اخر 59 ثانيه، عفوا 59 ثانيه دقيقه بالظبط. تعال نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. التايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجوستي. نرجع للملعب وهيبدا الكوتش اوجوستي في منتصف الهجمه، هيبدا في منتصف ملعب نادي الاتحاد. 14 ثانيه على طول، عفوا. كوتش كلاسيكا طالب اللاعبين على الفريقين بالجلوس.
71-79. 8 نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد. مايكل طلع الاوت. مايكل عمر طارق نزل مكان سيف سمير. عمر طارق بيلعب واحد على واحد، بيلف ويروح ويوصل وينجح في تسجيل نقطتين. هيضغط النادي الاهلي، هيضغط النادي الاهلي. عمر طارق بيقول فاول، بيقول فاول، لكن خلاص الكوتش حسب او الحكم حسب ضغط النادي الاهلي، مش عايز يسلم حد. حاول يقطع ايهاب امين وزوق الكره، لكن عمرو الجندي، لكن توصل تاني لياسر صالح لسه نازل بعد التايم اوت. ياسر يسلم لهيثم كمال لفوده، فوده يقلب الملعب لكوري وبستر. كوري 6 نقاط هو الفارق. هيثم كمال وفاول على عمر طارق، وتو شوتس يحتسبوا الكابتن اسلام وحيد للصالح هيثم كمال. 41 ثانية و8 أجزاء من الثانية على انتهاء أحداث الكوارت الرابع والمباراة. 6 نقاط هو الفارق. 73-79 لصالح نادي الاتحاد. بيبو على التغيير في نادي الاتحاد مكان حاتم بحيري. هيثم كمال على تنفيذ الفري ثرو الاول، ينجح في التسجيل، يوسع الفارق الى 7 نقاط لصالح نادي الاتحاد. هيثم كمال لا يسجل الثانيه. عمرو الجندي ديفنسيف ريباوند على طول ويسلم لهاب امين. ايهاب امين درايف ايهاب ورايح بشماله، لكن هنا الحكم يحتسب ايه؟ يحتسب الكاونت لانها كانت اعلى من مستوى الحلقه. 5 نقاط فارق. 75-80 للصالح نادي الاتحاد. قلت على مستوى الحلقه فعلا. 5 نقاط فارق. اسلام وحيد او كابتن اسلام وحيد وحوار مع مصطفى عصام فوده. في انستنس ريبلاي سيستم او اي ار اس هنشوفها، اللي هي عشان الكره الاخيره. خلينا مع الحكام. كاونت حسبت فعلا والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. حد يقول لي هنا هل المدربين من حقهم الرجوع للاي ار اس بطلب منهم للحكام؟ لا يجوز. فوده يضغط النادي الاهلي، يخطف الكوره، لكن فاول على عمرو الجندي. فاول على عمرو الجندي. 32 ثانيه على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. تو شوتس زي ما قال كابتن اسلام وحيد، وفاول على عمرو الجندي. هيثم كمال على تنفيذ الفري ثرو الاول. خمس نقاط هو الفارق. 29 ثانية. خرج كوري وبستر ونزل ياسر صالح مكانه زي ما حضراتكم شايفين. وادي هيثم كمال نجح في تسجيل الفري ثرو الأول. 32 ثانية مش 29. والفري ثرو الثاني هيثم كمال ينجح في التسجيل. تغيير ولا تايم اوت؟ تايم اوت، تايم اوت. يطلبوا كوتش جوستي. تعالوا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. لا.
انت التايم اوت اللي طلب الكوتش اوجوستي اللي بدوره هيبدا الهجمه من منتصف ملعب نادي الاتحاد، ومعاها زمن الهجمه 14 ثانيه 32 ثانيه على انتهاء الكوارت الرابع والمباراه. 7 نقاط هو الفارق. وتشيكليزيكا وحوار مع عمرو الجندي. البولندي ليسكا واوتسايد للصالح النادي الاهلي. تومسون سيف سمير، عمر طارق، عمرو الجندي، هاب امين، هيثم كمال، حاتم بحيري، ياسر صالح، وبيبو. اوتسايد للاهلي. 32 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. اوتسايد. دبل سكرين لإيهاب أمين عشان الشوطة، لكن يستلم عمر طارق في الأخير، يقطع منه حاتم بحيري، وادي جامبول، والحيازه لصالح نادي الاتحاد. اوتسايد للاتحاد. خطف عمر طارق من كره حاتم بحيري من عمر طارق، وجامبول، والحيازه لنادي الاتحاد. تايم اوت تاني، نسمع تعليمات تايم اوت، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلب الكوتش مرعي. 28 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. 7 نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد. يلعب نادي الاتحاد من منتصف ملعبه عشان يستغل ال 24 ثانية كاملة. هيضغط النادي الاهلي لتعويض ما يمكن تعويضه في الثواني الأخيرة. كوري هوبستر هو اللي هيطلع الاوت. عمرو زهران نزل مكان عمر طارق. كوري هوبستر ضغط النادي الاهلي، لكن مهيب بيحاول ياخد الكوره، توصل ياسر صالح، لكن هنا في ايه؟ في فاول على احمد مهيب. هنشوف الحكم هيقول ايه. لو نعيد اللعبه دي من اولها، وهي يعني معلش انا بستاذن مخرجنا، اللعبه دي وهي من الهوا من الاول خالص. لكن هنشوف هل هيروح للاي ار اس. ايوه من هنا، من هنا. حلو قوي. ايوه انا عايز الكره وهي بتروح. ايه اللي حصل بقى هنا؟ هل في حصل احتكاك من ياسر صالح تجاه احمد مهيب؟ هنشوف هل كده في مراجعه اي ار اس، في مراجعه اي ار اس كده. شوف حكامنا كده الحكام، في مراجعه اي ار اس زي ما انا قلت. اعتقد ان في هيبقى في احتكاك من الاول على احمد مهيب، على احمد مهيب، ولا يعني ده اللي هنشوفه الاي ار اس دلوقتي. انا سبورتسمان. فاول على احمد مهيب فعلا، فاول على احمد مهيب. أنا سبورتس بان لايك فاول على أحمد مهيب، وتغيير أحمد مهيب بنزول بخروجه ونزول سيف سمير. رميتين وحيازة. قرار مظبوط.
وادي ياسر صالح على تنفيذ الفري ثرو الاول. ياسر صالح نجح في تسجيل الفري ثرو الاول. 27 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. فري ثرو الثاني ينجح في التسجيل ايضا ياسر صالح، يوسع الفارق الى 84-75، 9 نقاط هو الفارق. يستلم مصطفى صنفودة، يسلم لحاتم بحيري، حاتم يعمل درايف لكن عمرو الجندي يعترض بفاول وخطا شخصي على عمرو الجندي. بحيري او حاتم بحيري على تنفيذ الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. حاتم بحيري على تنفيذ الفري ثرو الثاني لا يسجل. توصل لمايكل تومسون، مايكل 10 نقاط هو الفارق. ايهاب امين، ايهاب لسيف سمير تحت الباسكت لايهاب مره ثانيه في الكيك اوت، لكن هنا في لمس الخط وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. 13 ثانية على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراة خلاص. مصطفى صنفودة بيعدي قبل الثمان ثواني ويرتضي الفريقان بالنتيجة. مبروك لنادي الاتحاد، حظ اوفر وافضل باذن الله للنادي الاهلي في احداث الجيم 5. اعزائي المشاهدين، هارد لك للنادي الاهلي، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. إلى اللقاء في المباراة الفاصلة بعد باكر بإذن الله على صالة حسن مصطفى أو صالة الدكتور حسن مصطفى في الثامنة والنصف مساء. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، شكرا لكم مرة تانية على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله في مباراة قادمة. شكرا لكم الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، إليك الميكروفون.